صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض ولسه مكملين في اللعبة الممتازة اللي الحمد لله عجباني جدا وعجبة ناس كتيرة جدا، Far Cry Primal. يلا بينا. نفس اللي حصل بقى عرفناهم عند حدهم، احنا عملنا معهم الواجب كله. الله يخرب بيت الودان اللي مجننك دي. وانت قاعد جوه، انا بنيت لك البتاع ده عشان تقعد انت فيه جوه. حاسس بيه حتى في العصر الحاجة دي تعمل ايه شقاوة جوه؟ ايوه انا حبيبي. الله يخرب بيت ام البتاع اللي انت ما بتبطلش. طلعنين مين دول؟ هيشربني العيون بتاعت القدام عشان اشوف هما كانوا فين بقى وبيعملوا ايه. صح؟ هيا دبان عشان اشوف خلال عينين. جايما، عايزين نروح نشوف جايما دي يا جدعان والنبي، عشان شكلها مزه الصراحه، عشان سايلة دي مش نافعة مش نافعة. فيجن اوف ايس، وانا مش قادر اجري. وانا مزغللة شالتي ودا مارس. هلو، بترد على ابنها دي ولا دي قرأت ابنها؟ دي قرأت ابنها. انا اسف، انا اسف على التتافل. بتعملوا ايه؟ دي بقى مش قرعة ابنها. سوري يا عم، دي مش قرعة ابنها. خير ده لسه كده. غصب عنك. تمام. نعمل ايه بقى؟ دلوقتي نقدر نجري؟ انا اهم حاجة عندي نجري. طب انتوا مولعين النار دي في وسط الايس ازاي؟ فلق. واو، انا بقيت عشان احاول. هو ده مات موتة ربنا ده؟ ده شافني جاي خاف مات. انا بيت انت مروقني من بعيد. عايش فين تاني؟ والله ما شايفك. اوعى وشك، اوعى وشك. انت ايه؟ انت مش بيح ليه كده؟ هتموت يا حميدو. السلام عليك يا صبحي على التفاحة. والله حاسس اني هموت. روق انت كمان، في حد ناقص؟ استنوني يا اصحابي. يا ولد فولو، انا صغير. استناني يا حبيبي هيجري. هنقعد نلعب بقى. استناني يا حبيبي تاني. هو ده فلق خالص. هنقعد نجري. استنى. اوه
الجري مش هينفعك. اوه نايس. هو بيتحشر في حاجة ولا انا بيتهيألي؟ ايه العصر دي؟ في ايه؟ طب انا مش هموت وانا هجري بقى خلاص. عايش عايش عايش. الحتة دي شكلها هيبقى فيها عوا. شفت؟ بيعمل معانا الواجب كله. احنا بنلعب بقى ايه بتكتيك مختلف، ما نثبتش في حته عشان لو ثبتنا هنتروق. موت يا حميد. هايل. هو ايه التمثال ده؟ كان معايا حفله. يجري على طول في مية. ايه 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 جيب بقى حضورات. بتعمل ايه هنا يا تافه؟ وعايزين نهيل. ينفع نهيل؟ اه ده هو بيهيل نفسه مع الوقت. اه اوكي. طب يلا نجيب دول بقى. خد في دماغ امك. خد في اي حته من عندك. تعالى. تجري تروح فين يا حلولو؟ طب اضربه فين؟ في الفخاد المدملكة دي ولا في بلاش خلينيش بلاش روايات الادب. هو عشان انت زهقتيني. يلا. بين ال ال يلا كده بقى. ايه اللي انا ايه الفيجن اللي انا خدتها؟ يعني ساعة البوم عرفنا ان في بومة هتساعدنا. ايه الجديد بقى؟ اوعى شوية يا عم، ما انت هتبص لي من بقي ولا ايه؟ ما تبعد شوية. يخرب بيت امك. عيب عليك. كنت فاكر ان انا هموت؟ ما تشربني دم وعينين وفران. الله يخرب. بتاكل انت كمثرى. يسقيني انا القرف ده وياكل هو كمثرى. وانت كنت باعتني ومش عارف انت باعتني فين؟ لا مش هشرب حاجة تاني. مش شارب حاجة تاني من البتاع ده. امشي؟ حاضر هروح اكل اللي انت عايزه. احنا انا عايز اروح للست دي. عندي احساس ان هي كده يعني. احنا عايزين نروح ننور الطبق البرج ده بسرعة وبعدين نطلع عليها. يلا بينا. واحنا ماشيين عايزين نبص لو في اي حاجة نلمها، عشان اهم حاجة في اللعبة دي الكرافتنج. لازم تلم وتعمل وبتاع. ايه نطط لي كده؟ هتموت هتموت. انا ماتت. يا رجالة هتروحوا تقعدوا في الفيلج بتاعتنا. ماشي. هي أمك ربتك عشان تقول كده. تعالي.
في حد ورايا؟ والله يا ولف انت مظبطني والله. محدش جرب انه يعمل لي حاجه. انتوا ايه؟ بتطمن عليهم تفتكر يعني ايه مطله؟ انت غبي قوي. خد دي. راح يبص زي ما يكون. بس احنا كده عايزين شويه اسود لوي. ماشي نايس. عش ما خلفت رجالة والله. نينجا تيرتلز يلا شكلهم كتير. في اتنين هنا كمان. بيت سفاح والله. وايه اللي ايه العلامه اللي هناك دي فيها ايه؟ انا محتاج اهيل بشده. عايز اعرف ايه اللي في الحته دي. فريزر ريمينينج وينجا. فين هم؟ انت فين يا رجال؟ انت ايه اللي ربطك كده يلا؟ تعال تعال عايش. يلا نرجع بقى للي احنا كنا بنعمله. لسه كتير. هانت 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 هانيوفل. عايزين نعمر البتاع الفيلج بتاعتنا دي يا رجاله عشان برضو عدد السكان بيتوقف عليه حاجات كتيره برضو. ايه الصوت ده؟ الاسد؟ حاجه يا زميلي مش هحلك. ماتوا. فلا اوعى يستفرد بيك هناك. شفتوا الديب ديب صبحي يجري اسد قدامه. هتمسكوا بقى. اتقتلتوا يا ابن اللعيبه. عايش والله. نرجع بقى لايه؟ طب استنى ده انت عايز تتهال اكيد. ده انت اكيد تعال معاك الباقي كله. يلا بينا نرجع طريقنا. وصلنا. خد بقى سهم حلو كده ونولع في امه. مش محتاج اعمل حاجه فعلا. مش محتاج اعمل حاجه. ايه ده الشقاوه اللي انت فيها دي؟ كده نورنا حته جديده في الخريطه. يلا بينا نطلع على بيبي. فين التاني؟ انا مش شايفه. انا مش شايفه هو شايفه.
اي خدمه. بروح المدينه بتاعتنا بروح في اكل كتير هناك وحريم من كل حاجه. وروح هتنبسط. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ حاني يا نمري يا فهد يا ديبي. خلاص خلاص سيبه سيبه سيبه. هو اللي بيضربك انا ما عملتش حاجه. انت مش عارف تسيطر عليه؟ انا اظن ان انا عمال اضرب الولف بتاعي اصلا اظن يعني. جريش يا جبان، بس هو بيجري عموما في السكه اللي احنا عايزين نجري فيها فقشطه انا ما عنديش مشكله اجري وراه. اوبس. على فكره جابه تقريبا جابه. طب لا احنا لازم نمد بقى عشان هم فلقوا جامد. عملت ايه؟ قتلته ولا ايه؟ سبع ولا ربع؟ احنا قربنا خالص اهو. يلا بينا. انت شكلك ست السايله اللي هناك دي. ما نروح نشوفها بس الاول. هتطلع وحشه هي كمان وتبقى ده انا هجيلك اكتئاب. خلينا نايس. ده قدام البلبل على طول. انا وينجا. اه والله وينجا. مش باين عليا؟ تنك تكربا بالتنك. واتي سالكا دايش عايش حاس وايدتا توشي كواش. اصطاد دب ولا ايه؟ هيخلونا اصطاد دب اليوم ولا ايه؟ ده بين رجليا ما تخافوش ما جاش حاجه. لا انا زي ما انا. انا فل. هنختفي اثر الدب. اهو فين رجليه؟ اهو اهو بدا من هنا. طب راح فين بقى؟ اهو. طب هو راح فين بعد كده؟ انا مش شايف ده اخر خطوات رجليه. نط يعني الحته دي ولا عمل ايه؟ اهو ايوه الحته دي. كان ايه اللي حصل بقى؟ اه عشان في النجيله يعني. طب انا لما الاقي الدب بقى هعمل ايه؟ ده السؤال الأكبر. يعني. إيه ده؟ جاسوريارس. طب ده كمان كان كمان جعان؟ طب أنت بتدور عليه ليه وهو جعان؟ يا دبدوب. يا دبدوب. يا دبدوب. أوكي. ده إيه ده؟ عامل في بي هنا ولا إيه؟ ولا ده دراع واحد ولا إيه؟ باروارس. أوي إحنا عرفنا الحكاية دي، ده إيه اللي أنا شفته ده؟ ده هو مش ياكل، مش ياكل عمال على بطال. يا دبدوب. ده ايه ده؟ فارس شاندي. طب انت بتجري ورا ليه؟ سلام ده انت دب رشيق كمان بتنط وبتاع. هو اللي هناك ده؟ هو اللي هناك ده؟ أظن إن هو ده. بس ده حاجة بديل كبيرة. خرتيت ممكن أو حاجة. وأنت إيه؟ هو بص لي ليه؟
انا مش هعمل حاجة. ما تهجمش عليه، ما تهجمش عليه. لا هو فلاني اوريدي انزل في المايه صبحي اعمل اي حاجه. لو موتك تاني مش هصحيك. موتوا تاني؟ موتوا تاني؟ نايس نايس عاش. اصغر براحتك. انت ايه بقى؟ ما انت لا خرتيت. بس خرتيت، بس خرتيت كان زمان مشعر. البني ادم كان زمان مشعر، ليه مستكتر على خرتيت انه يبقى مشعر؟ اوكي انا حاسس ان احنا قربنا قوي. قال لك طب احنا كده في المنطقه اللي هو فيها اهو. تريكز طب وبعدين بعد ما انا لقيته؟ ايوه بعد ما الاقيه بقى اعمل ايه؟ ده انا لقيته، انا لقيته. الفكرة بتبقى هعمل ايه بقى فيه؟ انا عايز اهيل الولف بتاعي عشان شكله يعني لو دخل مش هياخد غلوة. استنى يا عصبي تلف ورجع لنا. كله اتغذى عشان انت هيطلع هتاكل الضرب دلوقتي لغايه ما تشبع. اهو هناك انا شايفه. طيب كل مش انا. اجري يا صبحي اصحى ارجوك، انت بتساعدني جامد. اصحى ارجوك. شو هادو فهمي. تمام انا في استراتيجية جديدة. احنا نضربه بحاجة مولعة ونجري ونسيبه هو يولع مع نفسه. حلوة؟ فكرت وقف. معلش انا اسف انا سلمتك كده. اجري يا زميلي اجري. انت الولف هتفضل واقف لي كده؟ مستنيني اخرج بس كده وهيروح مروقني على طول. هجيلك واجري. دورها في الميه ورايا في الميه ورايا في الميه ورايا في الميه. ولفي هيموت. ما تخافش يا ولفي هجيلك. اصحى واجري. اصحى واجري. بني في المايه بقى. ولفي مات. ولفي مات. قتلت ولفي. قتلت ولفي. Thank you.
وبقى انا مضطر اجري برضو زين. نزلش المايه بقى عشان ما تطفيش. انا بقى نخشك يا منبيه. انا بهزر معاك والله. وبعدين بروح امك بقى. ما مش هنخلص ولا ايه؟ اولع في الغابه كلها وهو لسه سليم. تجريش عايزك. نافع كده الطريقه دي مش هنخلص في سنتنا. استرجع لهذا صوت حالا. لو اتقلب زي ما تتقلب ده انا هفشلك. طب استنى بقى اما نشوف ال نشوف ولفي اللي مات ده. ما قدرتش اعمل له حاجه. انا يا زميلي سامحني. انا ماليش عزيز. ده قرد ده؟ قرد؟ تسعة ده انا جبت الدب من ديل اهو. هتحنكشي؟ ده انا طلع عين امي عبال ما قتلته. تقول احنا اللي تعبناها وانت عشان كده اصطدته بسهوله. طب بس المشكله بقى ان انا حبيبي بقول فيه مات. طب تعالوا نشوف كده في سكيلات نقدر نطورها. يلا يا ابن العبيطة. خدت سبتها خدتها اصلا. خرجولك بره يا حبيبي. اوعى لا خير لك. اوعى يا ابن اللعيبة. يا ستيف حبيبي يا ستيف.